تطوير وتجميل العشوائيات من أهم أهداف الدولة المصرية الجديدة. منطقة مثلث مزبيرو التي تعد قلب القاهرة النابض لما تتميز به من موقع جغرافي مميز. الآن وبعد الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة، أصبحت الوحدات السكنية المخصصة للسكن البديل بالمنطقة جاهزة للاستلام. مثلث مزبيرو كان طبعا منطقة عشوائية ذات خطورة من الدرجة الثالثة بتدخل من الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا توجهنا للمنطقة وبدأنا نتشاور مع السكان، اللي عايز يطلع من المنطقة ويروح مكان تاني زي الأسمرات، واللي عاوز ياخد فلوس ويشوف هو سكن تاني، وفي بعض السكان قالك لا انا عايز ارجع منطقتي، فتبنى لهم هنا برجين اسكان بديل. كل اللي عليهم ان هم هيروحوا بنك الاسكان والتعمير ويتعاقدوا مع شركة الكهرباء والمية وطبعا شركة الغاز، وبيجي بالعقد بتاعه ويجي يستلم شقته ويطلع معانا يتفرج على الشقة، لو في اي ملاحظات لو في اي حاجة بيستلم شقته ويمضي على محضر الاستلام بتاعه، احنا بنروح بنتوجه بنمضيه له ونختمه له من هيئة المجتمعات العمرانية، وبيجي يستلم المحضر بتاعه وبيستلم مفتاح الشقة مع التوقيع بتاعه. مشروع الأبراج بمنطقة مزبيرو يتكون من برجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة مثلث مزبيرو على خيار العودة إليها بعد تطويرها. طبعا هو مكان حيوي، طبعا مكان مش موجود، من أحسن الأماكن على مستوى مصر وعلى مستوى العالم كمان بالنسبة لمثلث مزبيرو، بدليل أنا اخترت أن أنا أقعد في نفس المكان. أنا من سكان ومولود هنا في المنطقة، واستلمت فعلا وشقة جميلة وممتازة، واحنا بنشكر الرئيس على اللي هو عمله. اصلا ما كناش عايزين نمشي من الاول ورجعونا تاني، وفي ناس كانت بتقول ان احنا مش هناخد، والله العظيم كلنا كل اللي راجع ده كان واثق فعلا، لان كنا بنيجي نشوف المباني كان كل يوم بنلاقي فيه زياده في زياده، وما شاء الله حاجه حلوه وممتازه، شقه مش ناقصه اي حاجه. ما شاء الله تبارك الرحمن، الأبراج جميلة جدا وديزاين حلو جدا وكل حاجة ومداخل وأسانسيرات وكل حاجة. تهدف مشروعات تطوير القاهرة للارتقاء بمستوى إحدى أهم مناطقها، تزامنا مع النهضة العمرانية التي تشهدها مصر خلال عهد الرئيس السيسي، سواء من خلال توسيع الرقعة العمرانية بإنشاء المدن الجديدة أو بتطوير العمران القائم. من مصر، نور إبراهيم.